ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان من ليلة أمس، وهي فخر الليالي، بل هي تاجها وأمها. هذه العشر هي ثلث شهر رمضان، وأفضل الأشياء أواخرها، فأفضل الليل آخره، ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله جل وعلا إياها في ثلثها الآخر. وهكذا السنة آخرها الشهور الحرم، آخرها الأشهر الحرم، ومنها أشهر الحج. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، فكان يبالغ في الاجتهاد وفي العبادة وفي الصلاة والتلاوة وفي الدعاء والقراءة وفي العطاء والإنفاق صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام بهم ثم ترك القيام خشية أن يفرض عليهم وبات الصحابة يصلون، قال إنه لم يخف علي ما صنعتم، ولم أبت الليلة غافلا بحمد الله. فبات مصليا صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يبالغ ويتعدى الاجتهاد إلى أهله وزوجاته. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. هذا هو حاله، بل اعتكف صلوات ربي وسلامه عليه في سنة من السنين في العشر الأول من شهر رمضان، ثم اعتكف في العشر الوسطى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. يقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكان يعتكف حتى توفاه الله، بل كان يصنع له خيمة ويدخل ويعتكف فيها، ينقطع عن الأصحاب ويبتعد عن الأهل والأولاد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الليالي هي ليالي القرآن، القرآن يتلى، والمحاريب تعمر، والمساجد تفتح في هذه الليالي المباركة. أيها المسلمون، من فضلها أن القرآن نزل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقد نزل القرآن في هذه الليالي، نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهداية هذه الأمة ابتداؤها من هذه الليالي، وكان في هذه الليالي. أيها المسلمون، في هذه الليالي المباركة ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، القيام فيها وعمارتها بالعبادة خير من أن يقوم المسلم في ألف شهر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة نزلت في هذه الليلة وكتبت في المصحف، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلك ليدلنا على عظمة هذه الليلة، على عظمة هذه الليلة. ولهذا شمر لها المشمرون واستعد لها المستعدون، بل قاموا الحول. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فضل، يا له من أجر، يا له من رفعة. وهذه الليلة عظم الله شأنها وفخم أمرها وأعلى مكانتها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وهذا التكرار وهذا التفخيم يدلنا على عظمتها، كقوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكقوله سبحانه: القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة؟ هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر؟ إن الأرض تستقبل ملائكة الله، ملائكة الرب ينزلون في هذه الليلة، الملائكة الكرام ضيوف في هذه الأرض، الأرض تضيق بهم. ما أجملها وأحسنها إذا نزلت الملائكة وأنت بين يدي الله تدعو ربك وتصلي لربك وتتلو كلام ربك. الملائكة تنزل وعلى رأسهم وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها هو جبريل عليه السلام بإذن ربهم. نزلوا بإذن الله، نزلوا بأمر الله ليشاركوا المؤمنين في صلاتهم، وينظروا إليهم وقد صفوا، وكأن المؤمنين قالوا للملائكة: نحن نصف كصفوفكم ونصلي كصلاتكم وإنا لنحن الصافون. الملائكة تقول: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال النبي للصحابة رضي الله عنهم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أيها المسلمون، من تسميتها بليلة القدر ما قاله بعضهم: هي ليلة الشرف، هي ليلة المكانة لمن قامها، أو لأن الأرض تضيق بملائكة الله سبحانه وتعالى. رأى الصحابة وقد اهتموا غاية الاهتمام لما يعلمون من فضلها، حتى رؤوا في المنام، رأوا في منامهم ليلة القدر، فقال الصلوات ربي وسلامه عليه: أرى رؤياكم. قد تواطأت، من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي، في السبع البواقي. إن الصحابة رضي الله عنهم قاموا مع رسول الله حتى كاد الفلاح أن يفوتهم، أي السحور، التماسا لهذه الليلة المباركة. ويقول ربنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنها بركات، إنها خيرات، فيها مغفرة للذنوب وهدم للخطايا، وهدم للخطايا والسيئات. ألا نبادر؟ ألا نستعد؟ ألا نقوم؟ ألا نجاهد أنفسنا لعلنا أن ننال هذه النفحة، لعلنا أن نكتب من القائمين، فيغفر الله جل وعلا لنا ذنوبنا. هذه الليالي هي ليالي الدعاء، هي ليالي الدعاء. ثبت عند الإمام أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها: قولي
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. علمها الدعاء، علمها الدعاء. وما تقول في هذه الليلة المباركة؟ هي ليلة سلام، ليلة أمان، ليلة خير وبر وإحسان. لا ضوضاء في هذه الليلة المباركة، سلام هي حتى مطلع الفجر، فتبتدئ من غروب شمس ليلتها وتنتهي بطلوع الفجر. نحن في غفلة، نحن في لهو، إلا ما رحم ربي. يا أيها المؤمنون ويا أيها المؤمنات، إنها فرص ثمينة قد لا تعود على المسلمين أو على بعض المسلمين. ولذا التشمير اختصنا ربنا بهذه الليلة الطيبة المباركة، فإيانا أن نفرط أو أن نضيع. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، بالعبادة لله جل وعلا يفتح الله على المسلمين ويرفع ما نزل بهم من الحروب والفرقة والشتات. إذا أقبلوا عليه مكنهم سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يا أيها المسلمون، إن القرب من الله شأنه عظيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إن القرب من رسول الله في جنة الله يحتاج إلى عبادة وإلى صلاة وصيام وقيام. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، وقد سأله وقال له: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. يا لها من فرصة! إياك أن تنشغل بالذهاب إلى أماكن ليس فيها إلا الضياع، ليس هناك حاجة، تضيع هذا الوقت الثمين الذي هو أغلى من الذهب. إن رسول الله كان يواصل لا يفطر استغلالا لهذه الليالي والأيام، ونهى أمته عن الوصال. واصل النبي وواصل الصحابة فنهاهم، فلم ينتهوا
رضي الله عنهم فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يجد من اللذة والفرحة والسرور وقرة العين في عبادة الله ما ينسيه عن الطعام والشراب. ولو خرجت إلى أسواق المسلمين في هذه العشر لرأيت أمرا عجبا، مزدحمة مكتظة، وكأنك في الحج. أضاعوا أوقاتهم هكذا للفرجة والنزهة ولشراء ربما بعض الأشياء التي لا يحتاجونها. إنه وقت من ذهب، إنه وقت ثمين، إن التجارة الرابحة، إن التجارة الرابحة في هذه الأيام. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الخيرات والبركات والمسرات في هذه العشر بسبب القرب من الله جل وعلا. نسأل الله أن يفرج عن أمة الإسلام، نسأل الله أن يرفع ما نزل بأمة الإسلام. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين المردودين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة المعتدين الملحدين، اللهم عليك بهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنسهم، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم اجمع قلوبنا على الحق. اللهم أصلح ووفق ولاة أمور المسلمين لكل خير يا رب العالمين، والحمد لله.